السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتينا بكم إلى هنا إلى أشجار البندق، لأن دابا الموسم ديالها. ها هي كتساقط، ها هي على الأرض نازلة. منطقة روكا كلها دابا كتجني في هذا الشيء. بالنسبة لي عندو الماكينة راه كيجني بالماكينة، واللي ما عندوش مسكين راه كيجني بيدي وحدة بوحدة. عمل شوية صعيب، الحمد لله الزوج واخو عندهم الماكينة، راه مسبق ليهم جناو الجنية الأولى، ودابا باقا الثانية كيتسناو فيه إن شاء الله تنزل أكثر وغادي يجنيو. ها هو طيح في الأرض، الماكينة كتجني كتحيد الوراق تلوحهم بوحدهم، والحبات كديرهم في الخنشة بحال الطريقة ديال الزرع، ماكينة الحصاد ديال الزرع. راني سبق لي وريتكم الماكينه ديالو كيف دايره، الماكينه الخضراء اللي وريتكم. ها هو هنا في هذه المناطق كل هذا الشيء الاوراق اللي طايحين، راه طايحين الوريقات وطيح كذلك البندق معاهم لي نوازيت. ها هما خارجين حتى لهنا بحكم ان المنطقه كلها هذه. هاد الايام ترى كان عندنا، ماشي هاد الايام، حتى دابا راه كاين الرعد كيضرب. يعني سبحان الله العظيم، انا ماكش جايه باش نديرو باش نهز هادو، ما جيب معايا حتى شي حاجه، جيت قص فقط باش غنفيلم نوريكم. ها هو كله متساقط على الارض، ها هو. ولكن ملي دزت دابا لقيت وحدين كيجنيو في بيديهم، قلت غنهزو. صعيب فيت ملي كنت كنجني في العام الاول العام الثاني، لانهم ما كانوا كيجنيو كلشي اللي داخل، وهادشي اللي كترمى كله كيخليوه. كنت كنجنيه ونجمعو وكنعطيه للناس بحكم انه ثمنه باهظ، وكنعطيو الناس طبيعي الحال من بلادي كنعطيهم شويه ذوقوه، لانهم ما يقدروش يشريوه لان الثمن ديالو باهظ. وزياده على هذا انه بيو وطبيعي. هذا دابا عصبت عليه الشتا، ها هو تغيس عا يدار في الشمس وغتحيد منه التراب ديالو كامل. وهذا جيت باش نوريكم ونوريكم الاعمال اللي كيقوم بها الفلاح في منطقه روكا هاد الايام كامله. هذا هو العمل اللي كاين دابا الموسمي، هو انهم كيجمعوا في البندق لي نوازيت نوتشولي. وهذا هدي الاشجار ديالو، انا جيتكم في اقرب وحده للدار. هانتوما سمعوا الرعد، يعني عواصف رعديه كاينه كثيره، الحمد لله والشكر لله. وغنوريكم ان شاء الله داكشي اللي جناو في الدار، جناو داروا في الدار كيتشمش ان شاء الله تعالى. نتمنى الله انه الفيديو يروحكم. بكل بساطه بغيت نوريكم العمل ديال الرجال ديال هذه المنطقه في هذه الايام ديال شهر 8. عندهم جوج مرات او ثلاثه كيجنيو، ماشي كيجنيو، كيجمعوه من الارض. وهذا فاكهة البندق اللي كدار مع الشوكولات مع ماروخا اللي معروفة عندنا حنا بزاف، اللي كناخدوها من الشمال. شوكولات ماروخا داك اللي كنلقاه وسطو كنسحبوه لوز لداره بندق، وكذلك كيدار مع نوتيلا، كيتطحنوا مع نوتيلا. راني سبق لي درت معكم وصفة ديال نوتيلا ديال البيت كذلك بالبندق. السلام عليكم. هاد الاسبوع عندهم جني كيجنيو في هاد البندق، ها هو هو كيجنيو فيه. هذا غربال فاش كينقيو فيه، شوف غربال هذا فاش كينقيو فيه كيحطو كينقيو، حتى كان شي حاجه صغيره هذيك راه كطيح. ها هو البندق جناو ومازال باقي ما كملوش شي بلايص اخرين، وداك مولف كيطيح في الاخر ديال شهر 8. طاح ابن وفات السيمانه، طاح في البيت ديال هاد السيمانه. ها هو جناو البندق هذا اللي كيصوبوا به الشوكولاته بزاف. ها هو سبق لي وريتكم الاشجار ديالو، وانا وريتكم كيدار مع الشوكولاته بزاف معروف. وهذا البندق
كيجي في الحلوى هو اللي كان سبق لي خدمته معاكم الطريقه ديال التقشار ديالو، وكذلك الطريقه ديال التحميص ديالو، وكذلك صوت به وصفات. وقلت لكم بانه كنديرو دائما في الوصفات في بلاصه اللوز، دائما في بلاصه اللوز كنديرو هو بحكم انه هو عندنا. ها هو دارو هنا ضرب فيه الشمس شويه يبس، عاد غادي يديروه في الخناشي. ها هو الخناشي عاوتاني، ها هما هادو كلهم خصهم يتنقاو، كيحيدو منه الحجر الرقيق. ها هو هو الحجر الرقيق كيتحيد منه، ها هو الحجر تا هو حيدوه، عاد غادي وغادي يلوحو. وكيحيدو منه كذلك هادو اللي خاوين بحال هكا، كيكونو خاوين هادو خاوين، ها هما مفيهمش الداخل الفاكهة، خاوين عندهم العمل كثير هاد الأيامات، كيخدمو بديك الماكينة الخضراء. ها هي أنا غنجي حداها، هاد الماكينة اللي كيخدمو بها هي هادي، سبق لي وريت عليكم ولكن كانت في بلاصة محطوطة. ها هي ها هو التوبو ديالها، هنا في كيلصقو الخنشات. ها هما فهاد البلايص، هاد البلاصة وهاد البلاصة كنخصو الخنشات، وهاد التيو اللي كيعطي البرد باش كيحيد الوراق، باش كي الوراق كيطيرو ما كيبقاوش، وكيبقاو على الحبات كينزلو من هنايا الخنشة، الخنشة غتحط فهاد البلاصة. هي هادي الماكينة ديالو.